يا الله يا الله يا الله يا الله. ما حدث معي في بداية 30/10/2024، أنا مسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر، كنت بعمل في نقطة البريج. أجانا إشارة أنه في استهداف في مخيم المغازي، حتى أن هذا المكان أو هذا المخيم أعيش به أنا وعائلتي، وتوجهنا تقريبا الساعة 15:20 أو 30 دقيقة، توجهنا للمغازي بأقصى سرعة مطلوبة. توجهنا خلال 3 دقائق في المكان، فأنا حملت 3 إصابات وحملت شهيدة ما كنت أعرف منها الشهيدة. كان معي طفل إصابته خطيرة جدا، طفل يبلغ من العمر 10 أعوام. طبعا أنا ما بأخذ الكلام الناس لأنهم مش أصحاب اختصاص، فأنا شيكت على هذه الشهيدة. بالفعل ما كانش في نبض ولا نفس، طبعا أنا عرفتها كان وجهها طرف وباين، وما رضيت أكشف عن وجهها بما أنها شهيدة. كملت شغلي مع الطفل. كان هدفي الأول إنه الطفل هذا يوصل للمستشفى، إنه في نفس وفي نبض عشان الطاقم الطبي يكمل العمل معه. لما وصلنا المستشفى في أقل من 5 دقائق نزلت هذا الطفل محمولا على أيدي، وفوت جوا على العناية. استلموا مني أحد الممرضين والأطباء واشتغلوا معه، أخذت الحمالة ورجعت علشان أحمل الشهيدة، وشاء القدر أنه أنا أحملها وأوديها على العناية. فكنت بحكي للدكتور، الدكتور هذه أنا متسجلها ضد مجهول ما بعرفها، وما في حدا من أهل طلع معي، كانت شكلها مارقة طريق، فما في حد معها وما حدا عرفها من المكان. نزلت على الحمالة اللي موجودة في العناية، كشفت عن وجهها، مش عارف، كنت بكذب حالي إنه لا مش أنا اللي بدي أتعرف عليها، بدي حدا تاني يتعرف عليها. ورجعت تاني أنا وزميلي، وصلت باب العناية رجعت لها تاني، لكن كنت شاكك إنه هي اللي بتخصني، بس أنا كنت بحاول أكذب حالي إنه يجي حدا تاني يتعرف عليها. رجعت للمكان اللي متواجد فيه على السرير في العناية، طفنت فيها ما يقارب دقيقة، وكنت بستنى أي حدا من برا يجي يقول هذه الشهيدة إلنا. استنيت وكنت بتمالك نفسي قبل ما أنهار، بحاول إن أكون شديد وقوي. ما قدرت، تأكدت منها من ملامحها، من ملابسها، من ريحتها، من كل شيء. تأكدت أن هذه الشهيدة هي أمي. انفجرت، كانت فاجعة بالنسبة لي.